حشيد القرآن إن الله يحب الراحلين المرتحلين. رحلة جديدة إيمانية مع القرآن الكريم مع الدكتورة جازية المنصور زنم حبيبتي، ورحلة جديدة إيمانية طيب مباركة مع الدكتورة عبد المجوس لحمة باطن من سورة كعب الكتاب أو سورة البقرة. الله الله على الراحلين المرتحلين، الله الله على القرآن من آخر الناس وأول فاتحة الكتاب. افتح لنا الأبواب، افتح لنا السماوات، واستجب لنا الدعوات. الله الله على الراحل المرتحلي، الله الله على القرآن، الله الله على القرآن، الله الله على القرآن، والجنة كمان وكمان. الله الله على أسرار القرآن، الله الله على أنوار القرآن، الله الله على أحكام القرآن، الله الله على تجويدي، الله الله على قراءاتي، الله 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 على تجويدي والقراءات السبع ثم العشر. الله الله على القراءات، الله الله على القرآن. يا سلام يا سلام على بابي ومامي كمان في أعلى الجنان مع الحبيب العدناني، وأنا معهم كمان يا رحماني. اشفي مامي من جميع الأمراض بالقرآن بالقرآن بالقرآن، ونور عينيها بالقرآن، وتدي بإيديها بالقرآن، وتمشي على رجليها بالقرآن. الله الله على القرآن، اجعل كل أيامنا قرآن. الحمد لله والشكر لله، كل أيامنا وساعاتنا وثواننا ودقائقنا كلها قرآن، ونحيا ونموت على القرآن. الله الله على القرآن، ليس لنا إلا هو في الدنيا والأخرى قرآن. اقرأ 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 ورتقي كما كنت تقرأ في الدنيا. الله الله على القرآن، اقرأي يا مامي قرآن، اقرأي يا بابي قرآن، رتلي يا مامي قرآن، فإن منزلتك عند آخر الجنان في أعلى الجنان بتلاوة القرآن. اقرأي يا بابي قرآن، رتلي يا بابي قرآن، إن منزلتك عند آخر القرآن. اقرأ 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 وارتق، اقرأ واقرأ وارتق، بابي ومامي اقرأ وارتق. الله الله على القرآن، من أول فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة كمان. الله الله على القرآن، الله الله على القرآن، يا جمال القرآن، يا نور القرآن. الله الله، ونصلي دايما على الحبيب العدنان، لا ننسى أبدا أبدا الصلاة على الحبيب العدنان. هي الدواء وهي الشفاء وهي الغذاء. الله الله على القرآن، القرآن دواؤنا وشفاؤنا وغذاؤنا. الله الله على القرآن، بابي ومامي أهل القرآن، بابي ومامي للقرآن، بابي ومامي عدل للقرآن. الله الله على القرآن، يا رب يعينهم، يا رب يقويهم، يا رب يكبر خاطرهم، بابي ومامي يا ربي يا ربي، اجعلهم دايما في الفردوس الأعلى مع الحبيب النبي الأعلى. الله الله عليك يا قرآن، الله الله على القرآن، واجعلني معاهم يا رحمن، اجعلني مع بابي ومامي على الجنان يا رحمن. الله
حدودي بني بيدان كل أذى. واشفيكي واغسلك من انت فيه بحق جاه النبي صلى الله عليه وسلم حق القرآن يا رب. اشفيكي واعافيكي ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اشفيكي بالقرآن وبسورة الفاتحة وبركة البقرة يا رب. اشفيها وعافيها وبركة ياسين وسر من أسرى ياسين وزمزمي يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بيقول لك زمزم ما تشربها دلوقتي ولا تحطها القرآن؟ الله مامي الله الله ما شاء الله حبيبي يا سيدي يا رسول الله.